مرحبا، أنا اسمي جنى وأنا أعمل مع محامي كيرتيس موريسون ومحامي رافائيل يورانيا. هذا الفيديو عبارة عن ترجمة باللغة العربية عن فيديو منشورة من كيرتيس يوم 27 يناير 2021. هذا الفيديو متابعة وتحديث للمعلومات منذ الفيديو السابق الذي تكلمنا فيه عن آخر المعلومات بخصوص DV2020. هذا الفيديو يشمل النوعين من DV2020، وتشمل أيضا البلاينتيفز محمد فونجوغ كينيدي، هذول القضايات، ومشروع أيضا الفوياجر كلاينتس. عندنا نوعين نحن من الفيز DV2020 الذين فازوا بالنصيب ولم يحصلوا على فيزا بعد، وفي ناس الفريق الآخر فازوا وحصلوا على فيزا ولكن الفيزا انتهت صلاحيتها وقربت أن تخلص مدتها، وسنجاوب على جميع الأسئلة التي وصلتنا في نهاية هذا الفيديو. أولاً، كما تعلمون تغير الرئيس، ولكن حتى الآن لم يتغير شيء بخصوص هذه الفيزا. كل ما عمله بايدن أنه أنهى الحظر البيان الذي عمله ترامب، وهو حظر المسلمين والأفريقيين، كل البلاد، إيران، سوريا، يمن، سودان، يشمله جميعا. فهو ألغى البروكليميشن 9645 والPP9983. هذا الخبر جيد لأن الفائزين من هالدول لا داعي أن يقلقوا. حتى لو أخذوا مقابلة ورفضت هذه المقابلة، المسألة تحتاج إلى وقت وقرار ليس نهائي. أما المقدمين على DV ولم تصلهم الفيزا بعد، سيكونون أمام جج محتا، وعليهم الصبر أن لا يرجعوا يراجعوا في أي سفارة أو KCC، ونحن نتابع عن قرب ما يحصل وسنوفقكم بالأخبار حيثما تصلنا. نعرض نحن ونتابع أيضا قرار الحكومة الذي صدرها في January 20th، وننتظر أن يتغير هذا في شهر فبراير القادم. وفريق العمل في هذا المكتب يتابع بجدية، ونتوقع أخبار جيدة وسنوفقكم بها. سنرفع قضية ونسلم الملف عند الحكومة، ويكون آخر وقت للرد علينا هو في شهر فبراير يوم 17. ولكن نتابع نحن رفع قضية cross motion، ونتوقع أيضا الرد بنهاية مارتش، وليس هناك تاريخ محدد، لكن نحتاج صبركم. نتوقع أن لا يزيد عن أبريل. نؤكد لكم أننا سنتابع ونعمل بجد إن كنا نستطيع أيضا إنقاذ الأرقام التي دعت 25,000 التي دعت بانتهاية السنة الفيسكال يير التي انتهت سبتمبر 30th. وكما تعلمون أن الكونغرس أيضا الآن ليس متابعة للقضايانا بسبب التعاطل في قضايا الكبيرة التي عطلت علينا، مثل عزل ترامب والهجوم الذي صارت على كونغرس، ولكننا متفائلين وعندنا أمل. أما دائما في فرصة في نجاحة، فلا ننتظر ونرى. الصنف الثاني هم الناس الذي عندهم DV2020، الذين حصلوا على فيزا ولكنها انتهت أو ستنتهي بنهاية مارس. وكما تعلمون أن ترامب أصدر قرار أنه لن يظهر لهذه حتى نهاية مارس. هذا يعني أن All DV2020 ستنتهي بشهر مارس ما لم يلغى PP10014. لحسن الحظ هناك أربع طرق للغي هذا الحظر: إما أن يصدر بايدن قرار بإنهائه، ونتوقع أن بايدن سيلغي هذا القرار، وممكن أيضا يلغى هالقرار على الجوميز أبيل، وممكن أنه جج سيبورغ بسبب حلظه القضية المرفوعة، وممكن جج تشان يلغيها من نهاية الجيكوبز لاسو. أيضا يوجد اجتماع سيعقد يوم الجمعة 29 يناير على الساعة 1 أمام جج محتا. لكم تأثير وحضور، خلينا نبقي التوقعات منطقية ومعقولة.
لا نتوقع أن تصدر أي قرار في هذا اليوم، لكننا متفائلين أن PP10014 سيلغى بطريقة أخرى أو من ناحية الرئيس بايدن أو القاضي. لكن إذا لم يتم إلغائه والديفيز اللي 2020 اللي انتهت، لا يزال لدينا فرصة لتقديم حلول من أجل هؤلاء وعدم ضياع الفرصة عليهم في هذا الأمر وبدء من جديد. ولذلك سنرد على أسئلة، نحن مستعدين للإجابة. إذا سألتم متى سيكون القرار النهائي، لم يكن قبل شهر 4 2021. بالنسبة للملفات وأرقامها عالية، والملفات التي عند الKCC لا تفقدوا الأمل. تذكروا أن معظم أرقام الDV2020 كانت جاهزة بشهر 9. أصحاب القضية محمد وفونغ جونغ حصلوا على فيز وأرقام وملفاتهم عالية. إذا كنت من حمل DV2020 لحد الآن، لا تستطيع التقديم للسفارة وننتظر قرار المحكمة. إذا كانت فيزة DV2020 انتهت، ممكن إنها عادت إصدارها تحت ترامب؟ الجواب كان لا، لكن تحت الرئيس بايدن لسه لا نعرف. لدي فيزا DV2020، كم يجب أن أنتظر قبل أن أسافر؟ هذا يعتمد على إرفاع PP10014. هل في احتمال أن نحصل على أكثر من 9000 فيزا من قرار القاضي مهتا؟ نعم، في احتمال أن نحصل على هذه الفيز، ولكن من طريقة غير عن طرق المحكمة. الطريقة الوحيدة أن نحصل على فيز بالإضافة لهذه الفيز هي في جهودنا مع كونغرس. بالنسبة للفحص الطبي، تنتهي صلاحيته بعد 6 أشهر، ويجب أن تحصل على فحص جديد. بالنسبة لشهادة الشرطة، تنتهي صلاحيته بعد 1 سنة، فإذا الشهادة أقدم من 10 أشهر، ننصحك بحصول على شهادة جديدة. هل تنصحني أن أشترك في دعوة جديدة بإضافة لدعوات فونغ جونغ كينيدي محمد؟ لا، اشتراكك في دعوة جديدة لن ترفع نسبة نجاحك. هل اشتراكي يضمن أن أحصل على فيزا؟ الجواب لا. إذا عندي فيزا DV، هل تنصح أن ألغي تذكرة طيراني؟ لا، في احتمال أن يلغوا حظر PP10014، فإذا رفعوا الحظر يوجد فرصة أن تدخل الولايات المتحدة، ولكن القرار أن تلغي تذكرة الطيران هي قرارك فقط. من أصحاب قضية كينيدي سألوا لماذا لم نتابع كل ملف مع السفارة أو مع الKCC، والجواب هو لم يكن أي تقدم على أي ملف DV2020 قبل أن نحصل على قرار نهائي من القاضي متى، أو أن نقدم أو نتقدم في جهودنا مع المجلس الشورى. ممكن أغير الكفيل أو أضيف طفل وزوجتي في وقت المقابلة؟ نعم ممكن، ولكن أي تغيير ممكن يؤثر تقديم الملفات. شكرا جزيلا لكل أسئلتكم. إذا لن نجاوب سؤالك، المحامي رافائيل والمحامي كيرتس سيجاوبوا الأسئلة على فيسبوك لايف، أو يمكنك أن تسألوا أي سؤال عن طريق الإيميل. شكراً.